باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد وإلى دهر الدهور كلها آمين. أهلا وسهلا بكم أحبائنا وأعزائنا المشاهدين في حلقتنا النهاردة مع بعض، اللي هنتكلم فيها عن موضوع شيق جدا جدا وموضوع مهم جدا جدا في حياتنا الروحية. الموضوع بتاع النهاردة عنوانه بكل بساطة التسليم، أي حياة التسليم. وهل المسيحية هذه مبنية على أي نوع من التسليم؟ حياة التسليم مع ربنا تعني حياة الإيمان أو حياة التبعية التامة، بصورة ممكن نقول عنها أن يسير الإنسان وراء الله وهو مسلم الأمر تماما إلى الله، مثل الذي لا يرى أي شيء وكأن الله هو الذي يقوده. الحقيقة احنا لازم نربط التسليم مع الإيمان، مع التبعية، مع برضو الشكر. يعني احنا صودا في المرة اللي فاتت ان احنا اتكلمنا عن حياة الشكر، وقلنا ان هذا الشكر ينبع من الإيمان اللي هو بيبقى صادر او نابع من القلب، من قلب حقيقي مليان بإيمان، إيمان لا يتسرع. وبالتالي أحبائي، هذا التسليم لازم نعمل ربطة ما بينه وما بين حياة الشكر والإيمان والتبعية، وكلهم سويا مع بعض الحقيقة لا تقدر أن تفصل واحدة عن الأخرى أو عن التانية. يقول الإنجيل المقدس في آية بسيطة جدا جدا وجميلة: سلمنا فصرنا نحمل، سلمنا فصرنا نحمل. الواحد مننا أحبائي يعيش حياته كل يوم يقلق كثيرا، يفكر كثيرا، ويقعد يحسب كل صغيرة وكبيرة، ويقعد الإنسان مننا يفكر في يومياته البسيطة الأرضية المادية، يقعد يفكر في مستقبله، يقعد يفكر في شغله، في عمله، في ما يحيط به، ما يخصه من الأمور الأسرية، إن كان أي حاجة بتختص بالأولاد، بالزوجة، بالبيت، بالفلوس اللي هو بيدخلها كل شهر لبيته، وأشياء كثيرة جدا 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 يقلق بها الإنسان. ويروح كل واحد مننا يدور يمين وشمال عن حلول ولا يسلم نفسه إلى الله، لأن كما تقول الآية أحبائي: سلمنا فصرنا نحمل. لأن الإنسان حينما يسلم نفسه إلى الله بيرتفع إلى السماء، ويلاقي نفسه كده بيحلق في السماء، وفي ثقته في الساكن في السماء، وفي ثقته العظيمة اللي هو بيضعها في ربنا. يعني يهتف مع معلمنا بولس الرسول: الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. وهكذا أحبائي يصير الإنسان مرفوعا عن هذه الأحمال والأثقال والحاجات اللي هي بتأيده هنا بالعالم. إذن التسليم ده أحبائي
هو يعني ما يفرقش كتير عن الإيمان، وهو ذات نفسه الإيمان، لكن ممكن نقول إن في بداية الأمر إن إحنا لما بنعبر في تجربة أو في مأزق أو في مشكلة وبنحاول إن إحنا ندور على ربنا ونشوف الحل من إيد ربنا يجي إزاي، ده هو ذات نفسه الإيمان. التسليم هو اللي بيجي بعد كده، وهو ممكن نقول عليه إن هو أحلى مرحلة وآخر طريق الإيمان ذات نفسه، أو مرحلة متطورة من الإيمان، أو ممكن يكون هو الإيمان ذات نفسه ومعاه الطمأنينة التامة بمواعيد الله، بمواعيد الله. يعني الكنيسة في الصوم المقدس بتذكر في القسمة اللي هي بتتقال في آخر القداس، يقول لك عن الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقين ولباس الصليب، وسكنوا في الجبال والبراري والمغاير وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. اللي أنا عايز أوصله هنا إن إحنا ككنيسة بنعترف إن الذين سبقونا من القديسين والشهداء عاشوا يعني يمكن حياة مجردة من حياة التنعم، وعاشوا في الصحراء، وعاشوا بعيد عن الناس، وعاشوا منبوذين من الناس بعض منهم، وعاشوا مرفوضين من الناس بعض منهم، وكانوا في كل هذا لم يكن لهم يعني كسوة أو مال أو أي حاجة يعني يسدوا بيها جوعهم، لأنهم كانوا يعيشون الحياة التامة والثقة التامة في إن هم يعني محفوظين بالمسيح ذات نفسه. يقال عن يوحنا المعمدان إن هو كان إنسان بسيط جدا جدا. ويوحنا المعمدان هذا يا أحبائي اللي هو أعظم مواليد النساء، يقول لك إن هو كان بيلبس حاجة من وبر، يعني حاجة كده خشنة، وكان أكله جرادا وعسلا بريا. والجراد هنا اللي هو النباتات، هو عشب أخضر كان بيقتات بيه أو يأكله يوحنا المعمدان، ومجرد العسل اللي هو يعني بيصنعه النحل، وكان هو ده كل بكل بساطة اللي يوحنا عايش عليه طول أيام حياته. قديسين كثيرين أحبائي عاشوا هذه الحياة التي كان فيها التسليم التام، وكانوا بيقتادوا بصورة ابن الإنسان الذي لم يكن له مكان يسند فيه رأسه، وكانوا لا يخافون الجوع ولا يخافون البرد ولا يخافون الأهوال والأتعاب، وكان هذا التسليم بيخليهم كده ناس بسيطة عايشة في هذه الأرض، عايشين بنعمة وبركة ربنا، وكانوا حينما يسلمون حياتهم لله كانوا يحملون من كل الأفكار اللي احنا بنعاني منها احنا في هذا العالم. يقال عن القديسة اللي هي أنا سيمون، وديت بنسميها القديسة السائحة وملكة الوحوش أو ملكة السائحات. القديسة ديت كانت ابنة
لملك من ملوك الروم في وقت من الأوقات، وتوفى والديها الاثنين وترك إليها العرش. قررت في نفسها إن هي قعدت مع نفسها كده وقالت: أنا لا يمكن أبدا إن أنا أفضل عايشة بهذه الطريقة، وأهلك ومجد هذا العالم ومجد هذا الملك ياخدني بعيد عن ربنا. وفعلا يا أحبائي، قررت أنا سيمون هذه القديسة البارة التقية إن هي تنزع التاج واللبس الملكي وكل الحاجات اللي هي كانت مقيداها بالقصر، والعيشة اللي هي مليانة بالتنعم والترفه ديت. تركت كل شيء أنا سيمون في نصف الليل، سابت كل حاجة وقامت وهربت إلى مصر عشان تدخل للبرية الجوانية وتتعمق وتروح وتهان وتعيش أي عيشة. في رحلتها أحبائي تأنست بالوحوش، تأنست بالوحوش. لم يكن لديها أي شيء طبعا، ويعني واحدة زي ديت وغيرها من الكثيرين اللي كانوا بيعيشوا زي حياتها دي بالذات، كان ربنا بيفجر لهم عينين مية يعيشوا عليها. وفضلت أنا سيمون عايشة هذه الحياة، وتاكل من شوية تمر وشوية أعشاب وأي حاجة زي كده. ومن كتر النقاوة بتاعتها وقربها من المسيح أصبح لها قوة غير عادية، والقوة دي جعلتها أحبائي إن هي تكون ملكة للوحوش، للأسود والفهود والنمور. وكانوا بيحبوا يتأنسوا بيها ويحبوا إن هم يقعدوا بجانبها ويفضلوا معاها ويفضلوا كده متمتعين بالصحبة بتاعتها ويفضلوا عايشين معاها طول الوقت. ليه يا أحبائي هذا كله؟ لأن حينما يمتلئ القلب يا أحبائي من هذه الحياة النقية والحياة اللي هي مليانة صلوات ومليانة تسبيح ومليانة اتكال على الله، يصير الإنسان في تسليم تام، معهوش لا فلوس ولا أي حاجة أبدا أبدا أبدا. يعني يعيش هذا الإنسان مجرد من كل الأشياء، ويفضل كده زي واحد بالظبط كده بيطفو على سطح الماء، سطح ماء هذه الحياة وسطح ماء هذا البحر اللي هو الهائج بتاع العالم. قديسة برضو أيضا عظيمة سمعت إلى كلام الله ولم تتهاون في توبتها لما جالها تأنيب جامد جدا جدا، هي مريم المصرية أو مريم القبطية. والحقيقة مريم المصرية ديت أو مريم القبطية زي ما احنا عارفين عنها إنها عاشت طول حياتها بتمارس الخطية والشر والفجر والاسم والزنا، وفضلت كده بعيدة عن ربنا لفترة كبيرة جدا جدا من الزمن، لدرجة ان في يوم من الايام من كتر ما هي كانت سايبة نفسها في حياة الخطية، استقلت مركب. كانت المركب ديت طالعة لأورشليم، والناس اللي في المركب رايحين يزوروا كنيسة القيامة ويزوروا الصليب المقدس بتاع ربنا يسوع. فجت مريم دي قالت اهدي فرصة بقى ان انا اتفسح، وفرصة ان انا
اروح واشوف دنيا تانية وفرصة ان انا امارس الخطية والشر مع الشبان والناس اللي هم بيحبوا الخطية على المركب، ويعني عايش كده يومين ثلاثة اغير فيهم جو. وفعلا يا احبائي عملت اللي هي يعني كانت ترغب فيه، ووصلت لأورشليم ولقت الناس كلها. أول ما المركب وصلت لأورشليم لقت الناس كلها متجهين تجاه كنيسة القيامة، وكلهم رايحين عشان يزوروا الصليب المقدس. وفعلا لما راحت عشان تزور الصليب المقدس وحاولت تدخل الكنيسة، كل مرة تدخل فيها الكنيسة تلاقي رجليها بتمنعها انها تدخل. 3 مرات حاولت المحاولة ديت انها تدخل الكنيسة، تلاقي في حاجة بتصدها وترجعها لورا، ويعني كأن انذار من ربنا بيقول لها انا مش عايزك تدخلي الكنيسة ولازم تتوبي لان هذا مكان مقدس. كان الحقيقة الموضوع ده له رد فعل على مريم القبطية جامد جدا، وجت تصرخ إلى صورة الست العذراء اللي كانت موجودة جنبها في داخلة الكنيسة، وقعدت تصلي من قلبها ببكاء شديد جدا، وقالت لها يا عذراء ساعديني، أنا عارفة إن أنا أخطيت في حقك وفي حق ابنك وفي حق هذا المكان المقدس، وانا عملت كذا وكذا وكذا. وقالت لها انت يا عذراء لو نجيتيني وخلتيني فعلا يعني اعرف ادخل الكنيسة واخد بركة هذا الصليب المقدس، انا هطلع من هذا المكان وانا انسانة متغيرة تماما واغير مصير حياتي بالكامل. وفعلا الست العذراء بتحنن من ربنا سمح ربنا ليها انها تدخل جوه الكنيسة. وبعد ما دخلت الكنيسة احبائي طلعت لم تفكر كثيرا هتعمل ايه. جالها طبعا الصوت من ايقونة الست العذراء انها عشان تخلص لازم ان هي تعبر الاردن وتدخل للصحراء والبرية الجوانية. وهنا برضو بنشوف حياة تسليم لهذه الإنسانة اللي راحت بعد ما طلعت من الكنيسة اشترت خبزتين كده حاجة بسيطة تاكلهم. طبعا قعدت يمكن 45 سنة حاجة زي كده في البرية الجوانية دي، وهي لم ترى وجه إنسان على الإطلاق. طب يا ترى عاشت هذا العمر قد ايه؟ كان في اهوال، قد ايه كان في اتعاب، قد ايه كان في مضايقات، قد ايه طبعا الشيطان لن يتركها. وفضلت فعلا مريم القبطية او مريم المصرية دي عايشة طول الفترة ديت وهي بتقتات من العشب والحاجات الخضرة اللي هي موجودة في الصحراء. حتى لو كان نبات الصبار ذات نفسه بطريقة معينة كانوا بيتغذوا عليه، ويعني كانوا بيلاقوا فيه شبع ويقدروا من خلال كده يعيشوا طول أيام حياتهم في هذا التسليم التام. في أشعياء تقول لينا الآية الجميلة على الأيدي تحملون وعلى الركب تدللون كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا.
على الأيدي تحملون وعلى الركب تدللون، كإنسان تعزي أمه هكذا أعزيكم أنا. هنقول مع بعض ترنيمة عن التسليم، والترنيمة دي طبعا بسيطة وسهلة جدا ومحبوبة لدينا، وإحنا كلنا بنحبها وعارفينها، وهي بتبتدي بسلمت نفسي في يديك. هنقولها مع بعض وناخد فاصل وبعد كده نكمل بقية الحديث مع بعض مرة تانية. سلمت نفسي في يديك يا سيدي يا يسوع، خدني فتكلني عليك كي أخدم الجموع، كن حارسي من الضلال، كن مرشدي في كل حال، والقلب قدس والفعل حتى أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنال. هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع، إن غصت عيشي الهموم أو عندنا ظلام، ستنجلي كل الغيوم من مانحة سلام. الرب حصني والأمل، والرب إن قال فعل، والحب فيه مكتمل، لذا أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنال. هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع. هناخد فاصل معاكم احبائي ونرجع نستكمل مع بعض الحديث بنعمة المسيح. اهلا بيكم احبائي، عدنا معاكم مرة تانية عشان نستكمل حديثنا عن حياة التسليم. من اعظم الامثلة في هذا التسليم الرائع يا احبائي هو مثل ابراهيم. وابراهيم ده احبائي يعني كان بيقال عنه ان هو خليل او صديق لله. طيب صديق ربنا ده او خليل ربنا ده يعني كان عايش مع ربنا ازاي؟ كان في تسليم تام. يجي ربنا يقول له انا هو يعني الاله اللي انت لازم تعبده، ولازم ترفض الاصنام والحاجات اللي انت كان اهل بيتك واهل والديك كانوا ماشيين عليها. يطيع ابراهيم كلام الله ويصير في عشرة مع الله تامة، ويدي ربنا وعد ان هو
يبارك نسله ويكون نسله كعدد نجوم السماء وكرمل البحر. شفنا أيضا إيمان إبراهيم يا أحبائي، طبعا في كل الخطوات أو يعني المواقف أو الفصول اللي احنا بنشوفها في حياة إبراهيم، إن كان لما ربنا ظهر له هو وسارة عشان يديهم الوعد بهذا الطفل اللي هو هيكون ابن الموعد، وابتدت سارة تضحك يعني كده لأن ما كانش عندها إيمان تام في هذا الأمر، وتعجب ربنا لضحكها، ولكن إبراهيم كان يسلم الأمر تماما إلى الله، وهو يعلم إن هو كان شيخ وكان كبر في السن وما يقدرش إن هو يخلف خلاص. وفضل على هذا الحال برضو إبراهيم أحبائي لغاية ما جاء له إسحاق. طبعا شفنا القصة بتاعت إسحاق مع إسماعيل، وإزاي كانت هاجر بتتعامل مع سارة يعني بنوع من التعالي، وفي نفس الوقت كانت سارة مش مستريحة بالنسبة لهاجر، فطلبت من إبراهيم إن هو يعني يشوف حل. وفعلا إبراهيم قال إن أنا يعني أطلع هاجر وإسماعيل من البيت عندي، وأنا متأكد إن ربنا مش هيسيبهم ولا هيتركهم. وفعلا مشوا في الصحراء كتير، وفي مشيهم في الصحراء بنشوف إزاي ربنا فجر عينين مية، وعال ربنا هاجر وعال ربنا الصبي إسماعيل. وكان وعد ربنا لإسماعيل قال له أنت هتكون أمة قوية وهتكون ضد الناس والناس كلها ضدك. ولكن يا أحبائي اللي عايزين نقوله من مضمون هذا الكلام هو إن كان في يد الله بتعمل منذ البدء مع كل أحد. يجي إبراهيم بقى عايز طبعا يتمتع بابنه إسحاق، وعايز يديه أكبر كم من الحب لإسحاق ابنه، وعايز يعيش مع إسحاق في عشرة جميلة جدا جدا جدا. يلاقي ربنا كده بيختبره ويمتحنه. طب ليه يا رب هذا الامتحان الصعب؟ أنا بختبر يا إبراهيم، هل يا ترى أنت هتسلم ولا لأ؟ هل يا ترى أنت يا إبراهيم جواك حب يعني لابنك أكتر من حبك ليا؟ هل أنا لما أعطيتك ابنك إسحاق ده أنت انشغلت عني، ولا أنت ما زلت خليل وصديق ليا ومستعد تعمل أي حاجة وتضحي بأي حاجة في الدنيا دي عشان خاطر تبقى دايما في علاقة وصلة وطيدة جدا ما بيني وما بينك؟ وفعلا يجرب الله إبراهيم، وعارفين القصة بتاعت ذبح إسحاق الشهيرة. وفي هذه القصة أحبائي مضمون يعني تأملنا في هذه القصة هو التسليم التام، التسليم والطاعة التامة لله. وفي الآخر يا أحبائي حظى رب إبراهيم بمحبة أكثر من الأول من خلال ربنا ليه، لأنه لم يحبس أو لم يمنع ابنه وحيده عن إن هو يقدمه كذبيحة لله، اللي هو أعظم حب في الوجود بالنسبة لإبراهيم. هو ده أحبائي الإيمان مع التسليم التام. مش أنت يا رب اللي قلتلي إن أنا أترك أهلي وبيتي وعشيرتي واجي للارض اللي انت عايزني اسكن فيها؟ مش انت يا رب اللي انت وعدتني انك انت هتبارك كل صغيرة وكبيرة انا
يعني هتلامس معاها وعيش معاها. مش انت يا رب اللي قلت لي يعني انك انت لن تتركني الى الانقضاء، وهتبارك نسلي وتبارك الارض اللي انا اعيش فيها، والارض اللي انا اعيش فيها دي هيبقى فيها نسلي عايش معاك كلهم فرحانين ومبسوطين بيك يا رب، ولا ايه بالظبط؟ هو ده وعد ربنا احبائي لكل الذين يتكلون عليه. هنقول مع بعض ترنيمة، ترنيمة جميلة جدا اللي هي تطلع إلى الغربان. تطلع إلى الغربان وتأملها يا إنسان، هل سمعت طول عمرك واحد منا ما تجوعان؟ هل سمعت طول عمرك واحد منها ما تجوعان؟ خطيئة إنك تتم خطيئة وتعول الهم، خطيئة يسوع تنساه وفي ايديك تطلب صوام. تطلع الى العصافير وانظر الى كل صغير، الكبر فيها شبعان والصغير منها روقان، الكبر فيها شبعان والصغير في منها رويان، خطيئة إنك تهتم خطيئة وتعول الهم، خطيئة يسوع تنساه وابتئاك تطلب سواه. تطلع إلى الزهور وتأملها يا مغرور، الرب العالي وهبها حلة أبها من النور، الرب العالي وهبها حلة أبها من النور، خطيئة إنك تهتم خطيئة وتعول الهم، خطيئة يسوع تنساه وفديك تطلب سواه. تطلع إلى الأسماك وهي سبحة في الأعماق، يسوع وعد رعاها كيف أنت لا يرعاك، يسوع وعد رعاها كيف أنت لا يرعاك، خطيئة إنك تهتم خطيئة وتعول الهم، خطيئة يسوع تنساه وفديك تطلب سواه. تطلع إلى الحقول وتأمل إلى البقول، الرب عالي كساها حلها تدهش العقول، الرب العالي كساها حلها تدهش العقول، خطيئة إنك تتم خطيئة وتعول الهم،
خطية يسوع تنساه، وفي ضيقك تطلب سواه، تعالى للفرصة تفوت، أجرة الخطية موت. إن رجعت وتوبت الآن، الرب يعطيك غفران. إن رجعت وتوبت الآن، الرب يعطيك غفران. خطيئة إنك تتم خطيئة وتعول الهم، خطيئة يسوع تنساه، وفي ضيقك تطلب سواه. الحقيقة أحبائي، موضوع التسليم أو موضوع الإيمان ده، يعني نكاد نقول إن إحنا الكنيسة مبنية على هذا الإيمان وهذا التسليم. إزاي آبائنا الرسل القديسين سلموا إلينا هذا الإيمان العظيم؟ هذا كله كان تسليم، لكن هنا تسليم بمعنى إن أجيال بتتوارث واحدة ورا التانية ما تسلمناه من الرسل. نلاقي إن توما الرسول حينما شك في قيامة المسيح وبخوا المسيح على هذا الشك، قال له ربنا طوبى لمن آمن ولم يبصر، وكان هو ده الضعف بتاع توما، على عكس إيمان بطرس. رغم إن بطرس برضو جه في وقت من الأوقات وشك، وفي شك هذا نكر المسيح 3 مرات، لكن حينما سئل التلاميذ لما قال لهم كده، المسيح قال لهم: من يقول الناس إني أنا؟ فردوا عليه قالوا له: في بعض الناس بيقولوا يوحنا المعمدان، أو إيليا، أو واحد من الأنبياء، أو أرميا. وجي قال لهم: وأنتم ماذا تقولون؟ جه رد عليه بطرس وقال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. جه هنا ربنا طوب بطرس وقال له: طوبى لك يا بطرس، لأن لحما ودما لن يعلن لك هذا، بل روح أبيك الذي فيك. روح أبيك اللي هو أبيك السماوي اللي هو موجود في داخلك هو اللي أعلن لك هذا الإيمان يا بطرس. وجي طوبه المسيح قال له: طالما أنت بتقول عني إن أنا المسيح هو ابن الله الحي، أنا برضو هقول عليك: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. يبقى هنا أحبائي في تسليم تام، في إيمان قوي جدا بشخص رب المجد يسوع، وهذا الإيمان وهذا يعني عايز أقول هذا التسليم اللي هو يعني التسليم اللي وصل لنا من خلال آبائنا القديسين الرسل الأطهار، كله كان مبني على حياة الإيمان والتسليم التام مع ربنا. ورغم إن هم كانوا ناس بسيطة جدا وحملوا الإنجيل للعالم كله، ولن يملكوا أي شيء ربما من الإمكانيات اللي هي عندنا النهاردة، إن كان زي التلفزيونات أو الساتلايت أو القنوات الفضائية،
لكن كانوا بيقولوا من مدينة إلى مدينة وهم بيسيروا على الأقدام أو راكبين المراكب في البحر في عمق البحار، وكانوا بيتبهدلوا على الآخر، لكن أهم حاجة إن هم كانوا يوصلوا كلمة ربنا إلى الناس. متى العشار يا أحبائي هذا اختبر هذا الإيمان لأنه كان عشار، والعشارين هؤلاء كانوا منبوذين من المجتمع اليهودي لأنهم كانوا بياخدوا فلوس كتيرة لحسابهم، وكانوا الصراحة كده بينهبوا ويسرقوا الناس على الملا. وفي لحظة أحبائي مر المسيح بجانب متى هذا أولاوي وقال له اتبعني. وفي هذه الكلمة البسيطة كأن ربنا كان بيقول له انت بعتني يا متى، انا قادر ان اغير حياتك. انت بعتني يا متى، مواعيدي اليك ليست ان انا هديك اموال كثيرة، ليست ان انا هديك وعود بانك انت هتبقى يعني عايش في تنعم لن ترى مثله قبل، لكن لو تبعتني يا متى انت هتحس بتغيير في حياتك جذري قوي جدا. بدل حياة النهب والشر والخطية والفساد اللي انت عايش فيهم يا متى، في كلمة اتبعني دي انا قادر اغيرك 180 درجة واخليك انسان تاني مختلف تماما عن الماضي، وتترك كل شيء وتتبعني. وفعلا هو هذا الذي فعله متى العشاري أحبائي، وهو اللي كتب إلينا إنجيل معلمنا متى الذي يحوي يعني أعظم القصص عن حياة الإيمان والتسليم والمواقف اللي ربنا فعلا بيكلمنا فيها عن هذا الإيمان اللي احنا لازم نعيش بيه. زكى العشاري أحبائي كان متشوق جدا 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 وعنده شغف غير عادي ان هو يعني يشوف ربنا يتمتع بربنا، ويقول لك لانه كان قصير القامة فحاول ان هو يشوف المسيح. هو المسيح كان يعني دايما حواليه جمع كتير وناس كتيرة. جه له العشار هذا احبائي وقال لك انا الحل الوحيد اطلع على شجرة جميزة عالية ومن هناك ابص للمسيح كده من فوق وسط الجامعة واحاول اصرخ اليه، ويا حبذا يعني لو قدرت اقول للمسيح تعالى وادخل لبيتي، تعالى انا بعزمك، عايزك تيجي عندي اخد بركتك تاكل معايا تبارك بيتي تغير حياتي اللي انا عايش فيها دي. يمكن ربما هذا الكلام يا احبائي يعني انا بنقول ان لوقا زكى العشار انا اسف الفصل بتاع يعني ذكر في انجيل معلمنا لوقا، ربما هذه الخواطر كانت بداخل زكا، ولكن ربما كان ينظر اليها انها ممكن تكون يعني حاجة من سابع المستحيلات اللي ممكن تحصل. ولكن المسيح حس بزكا وجه عند الشجرة اللي زكا كان واقف او قاعد فوقها وقال له زكى اسرع وانزل لانه ينبغي لي اليوم ان اكون في بيتك. يا ده ربنا يعني راح كاسر اللي هو يعني زي ما بنقول بالانجليزي he broke the ice، كسر كل الحواجز وكسر
يعني حاجز المستحيل ده اللي كان موجود، وده ربنا بيدعي نفسه عشان يدخل لبيت زكا. وفعلا جه المسيح لبيت زكا، وايه اللي حصل؟ لقى نفسه زكا بينطق بكلمات اكبر منه. قال له: يا رب، ها انا اعطي نصف اموالي للفقراء، وان كنت يعني انا اتعاملت مع حد بطريقة غير صحيحة ونهبت منه اي شيء، انا مستعد ان انا ارد له 4 اضعاف عشان اكفر عن اللي انا عملته. وفعلا كانت مقولة المسيح اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. هو ده أحبائي البحث عن المسيح، هو ده حياة التسليم. أتمنى من ربنا إن احنا نكمل مع بعض في هذه السلسلة أو هذا الموضوع اللي هو حياة التسليم، لكن بنعمة ربنا الأسبوع الجاي هنتناول مع بعض حياة التسليم كما ذكر في إنجيل معلمنا متى، لأن الحقيقة فيه كذا فصل وكذا حاجة ممكن نتكلم فيهم مع بعض عن حياة التسليم. قبل ما نختم مع بعض هنقول معاكم ترنيمة، ترنيمة بسيطة وجميلة، وفي كلماتها بنشوف وعود من ربنا إن هو معانا على طول، و نستكمل حديثنا عن حياة التسليم المرة الجاية زي ما قلت حياة التسليم في إنجيل معلمنا متى بنعمة المسيح. ترنيمة العنوان بتاعها ده يسوع بيقول أنا معاك على طول. ده يسوع بيقول أنا معك على طول، ده يسوع بيقول أنا معك على طول، مهما العمر يطول يا ابني لن أتركك، مهما العمر يطول يا ابني لن أتركك، ده أنا عيني عليك ليل ونهار برعيك، ده أنا عيني عليك ليل ونهار برعيك، مش ممكن أبدا يا ابني لن أتركك، مش ممكن أبدا يا ابني لن أتركك، مهما الناس تقول وكلامهم يطول، مهما الناس تقول وكلامهم يطول، أنا سندك على طول يا ابني لن أتركك، أنا سندك على طول يا ابني لن أتركك، ده يسوع وعدني بصليب جذبني، ده يسوع وعدني بصليب جذبني، أحنا جبينه قال يا ابني لن أتركك، أحنا جبينه قال يا ابني لن أتركك، ده يسوع بيقول أنا معك على طول، ده يسوع بيقول
أنا معك على طول مهما العمر يطول يا ابني لن أتركك مهما العمر يطول يا ابني لن أتركك. إلى اللقاء أحبائنا في المرة القادمة بنعمة المسيح وربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.